نحن في قصبة لوخا أو لوشا أو لوزا، يقال إن المسلمين سموها لوزا لوجود حقول اللوز فيها. هذه البلدة الجميلة هي على سفوح هذه الجبال وراء المئذنة التي تحولت إلى كنيسة، ونسمع قرع أجراسها في كل ساعة. هناك وراء هذه الجبال غرناطة، هي حوالي نصف ساعة من لوخا، وهذه الجبال هي التي تجود بذوبان الثلج والمياه العذبة. إيزابيلا الأولى ملكة كاستيا أو قشتالة سمتها زهرة بين الأشواك. ربما للمشاكل والأزمات التي كانت تسببها هذه البلدة الجميلة، الإسبان أطلقوا نفس الاسم لوخا على بلدة في الإكوادور، ربما لشبائها بهذه البلدة وعلوها عن سطح البحر. لوخا دخلها المسلمون نهاية القرن التاسع، ثم استعادها الإسبان عام 1486، وهي البلدة التي عاش فيها المؤرخ والشاعر لسان الدين الخطيب المعروف بموشحه جادة كالغيثو. هذه هي لوخا، المدينة البيضاء الجميلة على سفح الجبل، والتي حكمها المسلمون وهربت إليها مريم الحزينة عند نهاية حكم المسلمين للأندلس. وهذا ما تبقى من القصبة القديمة في كل هذه الأراضي بين مالاغا، يعني بين الساحل، وبين غرناطة وقرطبة، كلها حقول زيتون، حقول أشجار الليمون، جوز. لذلك عندما يتحدث المسلمون عن الأندلس يقولون ضاعت الأندلس للمياه المتوفرة فيها، للخضار، للبساتين، للياسمين، للوجه الحسن، لهذا الموقع الجغرافي الفريد من نوعه في العالم. وصل المسلمون إلى مشارف فرنسا وإلى نصف إيطاليا وإلى الهند والسند والصين وإلى أدغال إفريقيا، لكنهم لم يتغنوا بهذه البلدان مثل ما تغنوا بالأندلس.